العلم قال أنا حمست غايته، والعقل قال يا محمد. العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، هذه عبارة قرأتها منذ تقريبا 3 سنوات، وفهمت منها أن الإنسان كلما أعطى للعلم لن يعطي له كما أعطى له. لماذا؟ لأن الإنسان فرضا لو كلنا مع بعض مثلا، لو لا نعطي للعلم مجهود كبير أو وقت كبير أو مال كبير، سوف لن يعطي لنا شيئا. طبعا موضوع اليوم هو التعلم المستمر، معك سفيان بوطبة، ومرحبا بك في الموضوع هذا بالذات، التعلم المستمر وتأثيره على النتائج. أولا قبل أن أبدأ أريد أن أشكرك على المشاركة، وأشكرك على الحضور، وأشكرك على المشاهدة معنا في هذه الحلقات التي نحاول أن نعطي فيها بعض الأساليب وبعض أسس النجاح التي يطبقها الأشخاص الناجحون حول العالم. طبعا هناك مبادئ كثيرة جدا، وهناك أيضا أسس كثيرة جدا نحاول أن نختزلها عبر حلقة معينة في حصة دقائق في حياتي. التعلم المستمر، أنا أريد أن أوضح أمر مهم في هذه النقطة بالذات. تعرف أن العلم يتضاعف كل 8 أشهر. مش معناتها كل 8 أشهر، معناها كل 8 أشهر في أي مجال من مجالات الحياة إلا وهناك أبحاث جديدة. نمدلك على سبيل المثال في الطب مثلا وفي الجائحة اللي رانا فيها، لما بدأت في الأشهر الأولى كان هناك أبحاث معينة، يعني هناك أطباء، هناك مختصين في المجال، كانوا عندهم أبحاث والأعراض التي تأتي للإنسان. ولكن كل ما تقدمنا في الوقت كل ما هناك أعراض أخرى وهناك أبحاث أخرى رحين يكتشفوها أشخاص آخرين وليس ضروري نفس الشخص. لذلك لو نمد مثال الموضوع في الأهداف، ورح يكون عندنا موضوع إن شاء الله وحلقة خاصة في الأهداف، الأهداف يجب أن لا تتعدى 8 أشهر. إذا أردت أن تعمل خطة لأهدافك الخاصة سواء المهنية الشخصية الأسرية ما تتعداش 8 أشهر. لماذا؟ لأن المعلومات التي عندك الآن سوف تتغير بعد 8 أشهر. لذلك عمرك ما تدير أهداف أكثر من 8 أشهر. رح نعطيك اليوم 3 أو 4 مبادئ في التعلم المستمر. أول نقطة أنا أحب أن أركز عليها ونبدأ بها إن شاء الله هي قراءة الكتب. تعرف في بلدان عدة عندهم واحد المبدأ أنه ثقافة الشعوب يبنيوها أو حتى يفسروها بعدد الكتب التي تقرأها تلك الشعوب على مر السنة. فكلما قرأنا كتب كلما كانت الثقافة تاعنا عالية، كلما كان تاعنا الوعي تاعنا عالي، كلما كان العلم تاعنا يزداد، كلما النتائج تتغير سواء على الصعيد الشخصي والصعيد المهني. نعطيك فقط طريقة بسيطة كيفاش نختار كتب أو كيفاش نبدأ قراءة الكتاب سواء في الطريقة أو حتى في العناوين. أنا عندي هنا كتاب من أفضل الكتب التي قرأتها، هو كتاب لجاك كونفيلد، مبادئ النجاح. لأنه إحنا موضوعنا هو النجاح، موضوعنا لما يكون موضوعنا نجاح فنحاول أن نختار كلمات ونختار حتى عناوين عندها علاقة بالموضوع، صح؟ الكتاب أولا، ليس كل كتاب يقرأ، يعني ممكن كتاب يكون مهم جدا ولكن لو ما يخدمش أهدافك في هذه الفترة موش لازم تقرأه. ممكن يكونوا يعني مواضع رائعة، كتب رائعة، ولكن موش لازم تقراها في أي وقت كان. يعني قادر الكتاب هذا يفيدك في المرحلة هذه بالذات، فهذا هو الكتاب الذي تقرأه. أولا لما نروح مثلا للفهرس، هناك أسس عدة، تحمل مسؤولية، حدد ما تريد، أطلق العنان لقوتك، لقوة وضع الأهداف. فهناك مواضيع رائعة جدا. أنت قبل ما تبدأ تقرأ في الكتاب روح للفهرس وشوف هل هناك موضوع أو هل هناك محور في هذا الكتاب يخدم أهدافك. فهنا نبدأ نحس أنه هذا الكتاب يخدم أهدافي أم لا. نروح لطريقة القراءة. القراءة مليح الإنسان كلما حدد الصفحات
التي يقرأها يوميا كلما كان أفضل. وعندك طريقة أخرى، كلما اخترت أو حددت الزمن المثالي بالنسبة لك كلما كان أفضل. يعني مثال، ما تقولش أني حاب نقرأ كتاب وخلاص، لا، حدد عدد الصفحات اللي تقراها يوميا. ولما الإنسان ما عندوش عادة القراءة، مليح الإنسان أنه يحدد صفحات يعني بسيطة جدا، 5 صفحات 10 صفحات يوميا يقراها. مش لازم يجيك هذاك الحماس الزائد من الأول أني نحن نقرأ 40 صفحة. طبعا لما تبدأ 40 صفحة وما عندناش احنا عادة القراءة، معناتها في كل مرة راح ننقص عدد الصفحات، لأنه في كل مرة راح نتعب. فالعادة تتولد بالتكرار، ونحب نولد العادة بالتكرار وتكون بخطوات بسيطة جدا. لما نبدأ مثال نقرأ 5 صفحات ولا 10 صفحات، أنت أدرى مني، هنا أتوقف. لما نكمل 5 صفحات أتوقف، نغلق الكتاب تاعي ونروح لأولوياتي. غدوة من ذاك أيضا نفس الشيء، 5 أو 10 صفحات نقراها ونتوقف، 10 صفحات ونتوقف، 10 صفحات ونتوقف. بعد 21 يوم تتولد العادة على القراءة وبخطوات بسيطة جدا. هنا نروح وممكن نزيدوا عدد الصفحات اللي نقراوها، عوض ما نقراو 10 نقراو 15، فنزيدوا 5 صفحات وهكذا. وهنا نعرفوا انه قراءة الكتاب موش ضروري او لازم اني نقرا 40 صفحة و 50 صفحة يوميا، ولكن توليد العادة يكون بخطوات بسيطة جدا. الكتاب ايضا نعطيك فقط معلومة عليه، انه ليس كل ما يوجد في الكتاب يفيد. يعني حتى نمد على سبيل المثال ورقة، يقولك لا أدري، خليني أعطيك فقط موضوع بسيط جدا باش من تعمقوش. صح، هنا لوحات الرؤية ودفاتر الأهداف، معناها أنه عندي أهداف نكتبها وهكذا. هنا الصفحة دائما أو في الغالب تلقاها عندها ما بين 8 إلى 22 كلمة مفتاحية. يعني ليس كل ما يوجد في الكتاب يفيد، لذلك مش لازم نحكم أنا أي معيار أو أي مبدأ ولا راح أركز عليه كأنه خلاص منه وقطع. لا، نقرأ وأختار ما أقرأه وأختار ما يفيدني. لذلك لأنه الورقة شحال فيها لا أدري من شحال من كلمة، ولكن في كل صفحة إلا هناك 8 إلى 22 كلمة مفتاحية، الباقي كله حشو، يعني زايد برك، فقط الكاتب باش يزيد كلمات وعبارات أخرى باش يكبر الكتاب تاعه وحتى يضيف معلومات. هنا مليح الإنسان أنه يركز على اللاكاليتي، أنه يركز على الأشياء اللي تفيده فقط، ما يقراش كل حاجة، لأنه ليس كل اللي موجود في الكتب يفيدنا. هذا أمر في قراءة الكتب. نروحوا إلى ثاني مبدأ أو ثاني أساس للتعلم أيضا، هو حضور الندوات، حضور المحاضرات، حضور الحصص، حضور لا أدري بعض الندوات وبعض الدورات التدريبية مع المدربين. فهنا مليح الإنسان أنه ينمي قدراته بالتعلم المستمر. وهنا أيضا هناك نقطة مهمة، أنه ليست كل الدورات أو المحاضرات مفيدة. لما نقول مفيدة معناتها بالنسبة لك أنت، لأنه كل الدورات مفيدة وكل محاضرات مليحة فقط إذا كانت تخدم أهدافك. العلم، لما صدرت أنا الحصة أو العنوان قلت العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، يعني العلم عمره أو الكتاب أو أي علم من العلوم عمره ما يمدلنا قد ما نمدوله، وما نقدروش أو من الصعب أنه نستفادوا من كل معلومات 100%. لما مثلا نحط يدي على حائط مصبوغ جديد مثلا، فلما نحط يدي عليه راح تقيسني شوية صبيغة هنا في يدي، ولكن راح ناخذ فقط جزء من الصبيغة هذيك، ماشي كلها. نفس الشيء بالنسبة للعلم، نقرأ نقرأ نقرأ، ولكن ليس كل المعلومات تفيدني، وليست كل المعلومات أستعملها، وليست كل المعلومات مهمة في ذلك الوقت. صح؟ نروح إلى نقطة أخرى في التعلم، هي قراءة السيرة الذاتية للأشخاص الناجحين. يعني الحمد لله هناك مصادر عدة، لو قولوا مثال هناك كتب لسير ذاتية أشخاص ناجحين في حياتهم وفي كل مجالات. هتلقاه مثال في الطب، طبيب مثلا أو مختص في الجراحة أو كذا عمل كتاب. لو شوفوا مثال محامي أو قاضي أو لا أدري أو رياضي سابق أو لا أدري، هناك كتب يعني دائما لأشخاص عندهم نجاح معين. فلما نقرأوا السيرة الذاتية تاعو راح يعطينا كل العقبات اللي مر بها، راح يعطينا كل المراحل اللي مر بها،
راح يعطينا كل الأهداف كيفاش تعامل معاها، راح يمدلنا أيضا الاستراتيجيات اللي استعملها. فلما نقرأ سير ذاتية معناتها نقرأ في أشياء حقيقية، هذا هو الأمر اللي مليح الإنسان يركز عليه، السير الذاتية للأشخاص الناجحين. هناك يعني الحمد لله كاين أيضا أفلام، هناك أفلام في المجال عندهم يقرأوا سير ذاتية أشخاص ناجحين. فلما نقرأ سيرة ذاتية ونتأثر بهذيك الشخصية أكيد رح نأخذ ما يسمى خلينا نقولوا النمذجة المودلينج، يعني يكون عندي نموذج نخدم عليه، نموذج أني نتبعه في خطواته اللي قام بها. والأهم من هذا أنه حتى يعني الأفضل من هذا عفوا أنه لما يكون في نفس المجال، يعني لما يكون عنده هو نفس المجال اللي نخدم فيه أنا، فهذا أمر محفز، يعني عنده حافز أكبر. لماذا؟ لأنه عندنا نفس الاهتمام الأولي. قلنا مع الأول القراءة أو التعلم المستمر بالكتب بالمحاضرات بالندوات وهكذا، وعندنا السير الذاتية للأشخاص الناجحين. وعندنا أيضا نقطة مهمة جدا، كما سبقت وقلت في أول موضوع، قلت أنه هناك وقت نقضيه في السيارة 3 ساعات تقريبا ما بين ذهاب والإياب إلى العمل، أنه ندي أولادنا، أنه نقضيه بعض الأمور الشخصية. تخيل معي 3 ساعات يوميا في السيارة، 3 ساعات يوميا، لو ناخذ مثال في 7 أيام، 7 أيام أو 6 أيام، عندنا تقريبا 18 ساعة كل أسبوع. تخيل معي 18 ساعة كل أسبوع فقط في السيارة، يعني ما ندير فيه ولا شيء، يعني غير نسوق. 18 ساعة في الأسبوع لو نديروها ضرب 4 يعني في الشهر، طيحنا تقريبا 3 أيام تقريبا، لا أدري ممكن تحسب معايا حساب، أنا ما عنديش الآن على حاسبة، ولكن تقريبا 18 ساعة في الأسبوع عندنا 3 أيام. تخيل معي 3 أيام في السيارة، يعني ممكن حتى نديروا أوديو، لا أدري، ندخل اليوتيوب ولا يكون شخص محفز ولا عنده موعظة ولا يحكي على الأهداف، يحكي على أشياء ممكن نستفادوا منها، نحطه في الأوكسيليري هذاك ونسمع. يعني عوض ما نركز على لا سيركيلاسيون، عوض ما نركز على الناس شكون جاز شكون ما جاز، ولا مليح لو نركز على نفسي أنه هذيك الفترة بالذات أو المرحلة بالذات نقرأ حاجة. تخيل 3 أيام، يعني 3 أيام في الشهر تروح لنا فقط في السيارة، يعني عوض ما نضيعوها هكذا مليح لو نقرأ فيها. يعني أنا رايح للعمل تاعي ونقرأ، أنا رايح نجيب وليدي من المدرسة ولا مديه لي يدير رياضة ونقرأ، أنا رايح لا أدري باش نقضي ولا نروح للسوبرات ولا ونقرأ. يعني تقريبا 10 دقائق منا، 5 دقائق منا، ربع ساعة منا، نصف ساعة منا، تجينا 3 ساعات يوميا. فتخيل معايا 3 ساعات وش قدر تدير لنا يوميا. أنا قلت لك فقط دقائق، شوف أنا أعطيتك دقائق فقط، الحصة واسمها دقائق من حياتي، ولكن شوف 3 ساعات يوميا تروح لنا فقط في السيارة. النقطة الثالثة اللي مليح لو نتعلموها هي فن الرد أو التعلم والأدب، مش أدب تربية ولا هذا أمر يعني وحده، نحكي لك طريقة الرد، يعني كيفاش نجاوبوا الناس، كيفاش نقدموا نفوسنا، كيفاش نتكلموا أمام الناس، كيفاش نعملوا مقال، كيفاش نوضحوا فكرة معينة، طريقة النقد، لأنه يعني طريقة النقد هناك يعني حتى راح نكتشفها إن شاء الله مع مرور الحصص، طريقة النقد الفعالة، يعني لأنه هنا احنا عندنا أعمال وعندنا تحديات، كاين سوء تفاهم في الأعمال في الدار في مع العائلة في أي مكان، فهنا كيفاش نوصلوا النقد بطريقة سلسة وبلا ما نقيسوا الطرف الآخر. يعني أعطيكم على سبيل المثال في وقت الحجاج بن يوسف، الحجاج بن يوسف الثقفي كان عنده واحد القانون يمنع التجوال في بغداد، كان في مدينة بغداد في العراق كان هناك وقت ممنوع التجوال، يعني ممنوع الناس تخرج، وكان الجنود تاعو يمشيوا في المدينة وما يخليوش الناس تمشي في هذاك الوقت. فلقاو شابين كانوا يمشيوا في وقت ممنوع التجوال، فحكموهم. الأول قال له أتدري من أنا؟ وقال له تعرفني شكون أنا باش تشدني؟ فهذاك الجندي هذاك خاف، قال لك ممكن يكون شخص معروف ولا بابا حاجة كبيرة ولا لا أدري، فخاف على روحه. فقال له ما نعرفكش، قالوا أنا الذي أنزل الظهر قدره وإن نزلت يوما فسوف يعود، ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره فمنهم قيام حوله وقعود. فسمع النار، سمع قدر، سمع لا أدري، فخاف منه. صحة الثاني قال له علاش تعرفني شكون أنا؟ وقبل ما نروح للثاني عاود تفكر معايا وش قاصد هذاك الإنسان بهذوك الأبيات الشعرية، يعني وش يدير وش هي المهنة تاعه. الثاني
قال له أتدري من أنا؟ قال له ما نعرفكش. قال له أنا الذي قوم الناس كلهم ما بين مخزومها وهاشمها، ترى الناس صاغرة رؤوسهم إليه فيأخذ من مالها ومن دمها. فالجندي هذاك لما سمع المال ودمه وصاغر رؤوسهم إليه فخاف، فكان عنده ردة فعل أنه تلقوهم. فلما راحوا للحجاج يعني حكوا معاه في الموضوع هذا، قالوا هاوش لقينا شابين هذوما؟ فابتسم الحجاج لأنه كان ذكي جدا بالرغم من عيوبه الكثيرة، ولكن كان ذكي جدا. فقال لهم علموا أبناءكم الأدب. وش معناتها؟ معناتها كيفاش نردوا على الناس، كيفاش نجاوبوا الناس. تعرف الأول المهنة وشنو هو؟ المهنة هو ابن فوال. وش معناتها فوال؟ هو يبيع الفول فقط، أنه يطيب الفول ويبيع. فهو قال له أنا الذي أنزل الظهر قدره، قدرة لي، وإن نزلت يوما فسوف أعود. ما كي نخدم اليوم حنزل نجي نخدم غدوة. وبالنسبة لي شغل راني كي نجي اليوم حنزل نجي غدوة. ترى الناس قصادا إلى ضوء ناره، فكنه شعل النار، وكان عنده قدرة ويشعل في النار ويطيب في الفول ويبيع للناس فقط. ولكن هذوك الجنود فهموها حاجة أخرى، فهموها أنه إنسان بلك عنده قوة ويشعل في النار والناس جاية ليه وكذا، فمنهم قيام حوله وقعوده. فهنا فهم أنه هادو الناس يعني أذكياء. الثاني الأب تاعو حلاق، حفاف برك، ماهوش حاجة، حفاف. فالأب تاعو حفاف يخدم حلاق، ولكن شو كيفاش قدم المهنة تاع الأب تاعو فسلكته من ورطة. هذا هو أدب الكلام. يعني مش عارف إلا تذكروا معايا أنا الذي قوم الناس كلهم بين مخزومها وهاشمها، ترى الناس صاغرة رؤوسهم إليه. لما روح الحفاف يا أخي نريح ونحبط راسي باش يحفف لي، صح؟ فيأخذ من مالها ومن دمها، أنه ممكن يجرحك، ممكن شوية موسى يجرحك، أمر طبيعي وتخلصه نفس الشهادة مثلا فقط. ولكن هما مدوها بطريقة مخيفة إذا جاز التعبير. فالجنود ذوك خافوا لما، ولكن سمحها إنسان ذكي جدا، قال لهم علموا أبناءكم الأدب، علموا أبناءكم الأدب. هذو هما ثلاث مبادئ اللي ممكن الإنسان يحافظ عليها في التعلم، أنه يتعلم يوميا، يوميا يتعلم يوميا. قلنا العلم إذا أعطيته كلك أعطاك بعضه، عمره ما يمدلك بنفس المستوى، صح؟ التحدي إن أعطيته بعضي، يعني نخصص له من 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 وقتي، نخصص له من جهدي، نخصص له من مالي. المليح هنا على ذكر الكتب أيضا، على ذكر الدورات، مليح يكون 50% من 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 مجهودك، 50% من وقتك، 50% من مالك في تخصصك أنت. أقرأ في تخصصك، لا أدري، كل واحد عنده تخصص. و50% الأخرى في مجالات عدة، إن الإنسان يطور ما يسمى بالشخصية الموسوعية، عنده مجاله وهو موسوعي في بعض المجالات الأخرى. لما نقرأ في الصحافة أو الإعلام، منيح نقرأ كتاب في الإعلام، مانيش إعلامي ولكن نقرأ كتاب في الإعلام. نقرأ في الطب، مانيش طبيب ولكن نقرأ في الطب. نقرأ في الصحة الرياضية، مانيش نوتريسيونيست ولا اختصاصي في الصحة ولا، ولكن نحب نعرف معلومات في التغذية، نحب نعرف معلومات في الرياضة، في البرنامج الرياضي وهكذا. لا أدري، ممكن نكون في الميكانيك. لما كنت أذكر منذ تقريبا أكثر من 17 إلى 18 سنة، كان عندي صديقي سان إلكتريسيان أوتو، يعني يخدم كهرباء السيارات. كنت أنا طالب، كان يديني معاه باش نتعلم كيفاش ندير كهرباء السيارات. فهذه أشياء مليح الإنسان خليني نقول لك، صح؟ فيما يخص التعلم المستمر، عندنا قراءة الكتب، عندنا الدورات، عندنا المحاضرات. ولكن إنسان يخصص 50% من وقته، 50% من مجهوده، 50% من ماله إذا جاز التعبير لاختصاصه الأصلي، 50% الأخرى يخصصها لمجالات عدة. مليح الإنسان يقرأ في الإعلام، مليح الإنسان يقرأ في الطب، مليح الإنسان يقرأ في، لا أدري، في الصحة الرياضية. مش ضروري يكون طبيب، ولكن نقرأ أشياء في الطب، نقرأ أشياء في الصحة الرياضية، نقرأ كتاب أو دورات في لا أدري، في الميكانيك، في الكهرباء السيارات. عادي جدا الإنسان يتعلم. فالتعلم ينمي شخصية الإنسان، أعيد، ينمي شخصية الإنسان. من تكلوش فقط على التعليم الأكاديمي، لأنه التعليم الأكاديمي مهما كان عنده محدود، نقرأ في الابتدائي، نقرأ بعدها في المتوسط، الثانوي، الجامعة، الدكتوراه، إلا هناك يعني
محدود مهما كان، ولكن التعليم الشخصي أني أدرس في الدار، وهناك الحمد لله الآن أنواع وأنواع عدة من طريقة التعلم. هناك أنواع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعود ما ندخل في صفحات ومجموعات ممكن ما تفيدنيش، ندخل في صفحات ومجموعات يعني يفيدوا الناس، يديروا مقالات، يديروا محاضرات مجانية مباشر دي لايف في الفيسبوك وفي الانستغرام. فالناس هناك الحمد لله يعني يفيدونا في شتى المجالات. فالإنسان مليح أنه يركز على هذه الأشياء. مبدأ آخر أريد أن أشاركك إياه هو العلاقة بين العلم والعقل. عقل الإنسان من حكمة الله عز وجل ومن حبه لعبده أنه أعطاله كل مقومات النجاح كما اتفقنا عليها في أول موضوع، ولكن في نفس الوقت لو ما يكونش هناك سقف للمفاهيم أو ما يكونش هناك تأطير من العلم، فالعقل ممكن يفكر في أشياء لا حدود لها، فممكن يخرج حتى من طبيعة البشرية. لذلك العلم من أفضل الطرق ومن أفضل المبادئ التي من الأفضل الإنسان أنه يحافظ عليها. المناظرة بين العقل والعلم بسيطة جدا، فعلم العليم وعقل العاقل اختلف، هكا قال الشاعر، فعلم العليم وعقل العاقل اختلف، أي منهما قد أحرز الشرف؟ العلم قال أنا أحرزت غايته، والعقل قال بي الرحمن قد عرف. فأفصح العلم إفصاحا وقال له بأين الرحمن في فرقانه اتصف، فأبان للعقل أن العلم سيده، وقبل العقل رأس العلم وانصرف. لذلك أخي المشارك، أختي المشاركة، عزيزي المشاهد، عزيزتي المشاهدة، أمر مهم جدا أن نحافظوا عليه فقط، مش لازم نحافظوا عليه 24 ساعة، فقط دقائق. ممكن تقرأ كتاب في 5 دقائق، ممكن تقرأ مقال في دقيقتين، ممكن تسمع فيديو أو تشوف فيديو على اليوتيوب عنده موضوع في التعلم في دقيقتين. يعني ما تطلبش منك تحكم نصف يوم أو ساعة أو ساعتين، فقط دقائق في حياتك أو دقائق من حياتي تجعلني شخص آخر بالتعلم. لذلك طبق أخي، طبق ما نتعلمه، والعبرة بالنتائج. أنا فخور بك مهما كانت نتائجك، لأنك ببساطة صديقي. السلام عليكم.